بعد مايكل أنجلو ورافاييل اختار الفاتيكان رسامة رسمية له غير متوقعة هي فنانة روسية غريبة الأطوار تستقبل الزائرين مع بومة على كتفها في مشغل مليء بلوحات قيد التنفيذ ناتاليا تساركوفا هي أرثوذكسية تعيش خارج أسوار دولة الفاتيكان في روما الحافلة بالتاريخ ورسمت ناتاليا لوحات كثيرة لكرادلة وللبابوين بنديكتوس السادس وسلفه يوحنا بولس الثاني تزين قصور الفاتيكان وكنائس ومتاحف في العالم باسره